العامل التاني يا شباب هو عامل الانيزوتروبيك افكت او انيزوتروبيك فيلدز. طبعا العامل ده يعني يمكن دي اول مره بس تتعرضوا ليها وتشوفوها. والعامل ده بينتج، احنا نعلم تماما ان مركبات البنزين بينتج عن السيركوليشنز او دوران الالكترونات باي الموجوده في الحلقه في شكل دائري اللي بنسميها الرنين، ده غير الرنين بتاع الانمار. الحاله الرنينيه للالكترونات الموجوده داخل الحلقه بينتج عنه مجال كهربي، والمجال الكهربي ده بينتج عنه مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده هيكون إما عامل مساعد للمجال الخارجي أو عامل عكس المجال المغناطيسي الخارجي. سبق وجد إن المجال المغناطيسي إذا تواجد ذرات الهيدروجين داخل قلب الحلقة في بعض المركبات الأرماتية بيكون البروتينات هنا أو المجال المغناطيسي الناتج من دوران الإلكترونات حول الحلقة ده اللي بنسميه الانيزوتروبيك افكت او الانيزوتروبيك فيلد، بيكون عكس المجال الخارجي معاكس له، انما اللي خارج الحلقة بيكون في نفس الاتجاه. عايز اقول هنا، طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان ذرات الهيدروجين زي ما قدامنا في السلايد دي، ذرات الهيدروجين الموجودة خارج حالة البنزين، طبعا كل ذرات الهيدروجين في البنزين بتبقى خارج الحلقة، خارج البناء الحلقي، بتبقى موجودة تحت تأثير أو تحت عزم مغناطيسي كاذب. يبقى الإفكتيف أو الإنديوزد ماجنتيك فيلد هنا بيبقى واللي داخل برضه كاذب، بس الكاذب كاذب معضد، يعني بيبقى قوة إضافية الابلايد ماجنتيك فيلد، واللي داخل الحلقه بيبقى مجال مغناطيسي كاذب بشكل عكسي، يعني العزم المغناطيسي الناتج من دوران الالكترونات بيكون معاكس، يبقى الافكتيف او الانديوز ماجنتيك فيلد بيبقى اقل. بمعنى ان هنا البروتونات الموجوده خارج الحلقه بتشعر بمغناطيسيه كاذبه اعلى من المغناطيسيه الافكت الاصليه اللي هي الابلايد ماجنتيك فيلد. ومن هنا ذرات الهيدروجين هنا بيحصل لها ما يسمى شيلدد، القراءه بتاعتها او قيمه الكيميكال شيفت بتاعتها المتوقعه بتبقى اعلى، تبقى اكبر من الواقع او اكبر من الحقيقه. وعشان كده نلاقي ان ذرات الهيدروجين في حاله البنزين الكيميكال شيفت بتاعتها عاليه جدا او قراءتها عاليه جدا او الكيميكال شيفت بتاعتها عاليه. نفس الكلام في مركبات الالكينز، عندنا الباي بونز رابطه باي بتدور بشكل دائري حول الرابطه سيجما، بينتج عنه مجال كهربي، مجال كهربي بيكون بيتحول الى مجال مغناطيسي زي ما قدامنا في الشريحه اهو. الهيدروجينات بره من خارج الكربون كلها بتكون بتشعر بمغناطيسية كاذبة أعلى من الأبلايد ماجنتيك فيلد، وبالتالي بنلاقي هنا ذرات الهيدروجين بتبقى إلى حد ما شيلدد، قيمة القراءة بتاعتها بتبقى سوري شيلدد، بتبقى قيمتها أعلى من نفس الكلام. أنا معذرة أنا قلت شيلدد، لا هي بتبقى بشلد، يعني قيمة البروتون هنا أو الكيميكال شيفت أعلى، بتبقى أعلى من الواقع. إن البروتونات لحالة البنزين بتبقى قيمة الدلتا بتاعتها ما بين 7 إلى 8. العكس بقى في مركبات الألكاينز أو الأسيلينات، زي ما احنا شايفين التريبل بوند أو التو باي بوندز بتدور بشكل أسطواني حول المحور الهيدروجين كربون، فالحظ العسل ان الهيدروجين بيقع تحت تأثير المجال المغناطيسي
الأنيز التبايني بشكل معاكس، وبالتالي هنا قيمة الكيميكال شيفت بتاعتها بتبقى هايلي شيلدد، يعني البروتون ده بيشعر بمغناطيسية أقل من الأبلايد. لو أنا مدخل 1000 بيوصلوا له مثلا 900، يعني بيبقى شيلدد. ده يمكن تفتكروا السلايد اللي شرحناها قبل كده، الشيلدنج اند دي شيلدنج. فهو المفترض ان هو داخل له 1000 ويشعر ب 1000 مثلا، او هيشعر ب 900 الافكتيف، ونتيجه دوران التقسيم المداري 900 دي يقل له اكتر كمان معايا، يعني بيبقى هايلي شيلدد، هايلي شيل هايلي هايلي شيلدد. وبالتالي قيمه الهيدروجين بيبقى قريبه قوي من التي ام اس، او تدنو من منطقه منطقة الشيلدنج أو منطقة التتراميسايل سينا. هو ده معنى ما التأثير المادي التبايني. الهيدروجين بوندنج هنا برضو مركبات الألكولز والفينولز بيبقى البروتونات فيها تحت تأثير الانتر مولكولار هيدروجين بوندنج، بتبقى بيحصل لها نوع من الديشيلدنج لأنها بيجرده، او هو الاكسجين اصلا بيعمل ديشيلدنج بشكل طبيعي بطبيعته السلبيه الكهربائيه بتاعته العاليه، انما لما الهيدروجين ذره الهيدروجين بيسحب من الاو من على يمينها ومن الاو على شمالها، فبيبقى الهيدروجين ديشيلدد هايلي هايلي ديشيلدد. وعشان كده بنلاقي ان الهيدروجينات هنا للمركبات الالكولز والفينولز والاسيدز وخلافه اللي هي الاو اتش نتيجه الهيدروجين بوندنج بيبقى قيمه الكيميكال شيفت اعلى ما يمكن، احيانا تعدي ال 10 11 12 بتبقى قيمه الكيميكال شيفت عاليه جدا، لان الهيدروجين هنا واقع تحت اسدين، هو او يمين وأو شماله، الاو اللي هو الترابطي والاو اللي هو الانتر مولكيولر. ده بالنسبة ايه هو الكيميكال ايكويفالنت بروتونز. لو ادينا نموذج هنلاقي مركب زي البروبايل برومايد او البرومو برومايد. المركب ده بيحتوي على 7 ذرات هيدروجين. هل يا ترى 7 ذرات هيدروجين كومبليتلي سيميلر؟ لا طبعا. ال CH2 او 2 هيدروجين موجودين على الكربون الاولى المرتبطة ارتباط مباشر بالبروم تختلف عن التو هيدروجين دول، يختلفوا عن ثلاثة مثايل. طبعا متوقع ان السي اتش 2 مرتبط بالبروم مباشرة، ده قمة الشيلدنج، قمة الديشيلدنج، قمة الديشيلدنج، لا الدلتا بتاعتها اعلى ما يمكن، يليه البي يليه الايه، ده بتأثير الانتكتيف افكت، ده اللي قلناه. مركب زي ده الايزوبروبايل بروميد او تو برومو بروبان عنده 7 ذرات هيدروجين برضو، الميثايل اقصى اليمين واقصى الشمال الاثنين دول زي بعض كيميكالي اند ماجنتيكالي، الاثنين دول بيظهروا في مكان واحد لانهم الاثنين نفس التماثل الكيميائي ونفس التماثل المغناطيسي او الالكتروني، وبالتالي الاثنين دول بيظهروا مع بعض 6 ستة هيدروجين، والسي اتش دي لوحدها في مكان تاني لان الكربون دي مرتبطه ارتباط مباشر بالبروم، وبالتالي هنا بتبقى هايلي ديشيلد. هنلاقي ان البي اعلى قيمه الكيميكال شيفت او الدلتا اعلى من اعلى من الميثايل دي اللي هي متماثله مع الميثايل. عند سون مثلا مركب زي ده الداي ميثايل ايزو في 6 ذرات هيدروجين، 6 دول زي بعض كيميكالي اند ماجنتيكالي، هو ده اللي بنسميه الكيميكال اند ماجنتيك ايكوفالنس. ده نماذج او امثله بتقولي ازاي اتوقع او اعرف تماثلات في الانواع المختلفه للهيدروجين. الموضوع رقم 4 السبين سبين كابلنج او السبين سبين سبلتنج، وزي ما قلت دي احدى او دي من الحاجات الفيري فيري انترستنج في علم الانماط. كنا
كان زمان زي ما اول ما بدأ العلم الان مار بجهاز 60 ميجا هرتز كان بيور سيجنال از وان سيجنال، بنلاقي السيجنال كلها سيجنال وان سيجنال. عندما تطورت التكنولوجيا وبدأ الاجهزه تحصل لها نوع من التطور، بدأ المركبات بدأ يرى ما لا يمكن رؤيته. بنلاقي ان السيجنالز اللي كنا شايفينها واحده بس بعنينا، بدأ السيجنال دي بيحصل لها نوع من التفتت كده او التجزؤ، مره تتجزأ الاثنين ومره تتجزأ لثلاثه ومره تتجزأ لاربعه. فدي كانت حيره كبيره جدا للعلماء، لان ليه؟ لانها في سؤالين مهمين. طب ليه حصل التجزؤ؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني النمبر اوف سبليتنج، ما الذي يحكمه؟ يعني ليه مره يتجزأ الاثنين، مره يتجزأ الثلاثه، مره يتجزأ، واحيانا ما يحصلوش سبليتنج خالص، يفضل زي ما هو. هنا بيقول لي مركب ال 1-1 تراي برومو ايثان بيعطي مركب ده ثلاثية الانشطار عند قيمة دلتا، بيحصل له سبليتنج ما يسمى ثلاثية الانشطار او التريبلت. نبدأ نستخدم تعبيرات كده اللي هو تعبيرات تعبر عن التجزؤ. لو اتجزأ الاثنين بنسميه دابلت، سيجنال دي تجزأت لتو سيجنال دابلت. لو جزت لثلاثة سيجنال بنسميه تريبلت، هنشوفهم دلوقتي. لو جزأ الأربعة بنكوارتت، أحيان خمسة بنسميه كوينتت، ستة بنسموه سيكستت، سبعة بنسميه هيبتت عند سون. فال 112 تراي برومو إيثان حصل تجزؤ ل لإحدى الهيدروجينات إلى تريبلت والتانية إلى دابلت. يعطي مركب ثلاثية الانشطار عند 6.75 عن ذات حزمتين تقع أحدهما CH2، بينما تقع مجموعة CH ولا تمثل مجموعة تكون ثنائية الانشطار عند قيمة دلتا، دلتا 4.2. انشطار حزمتها تفل مجموعتين إلى ازدواج بروتونات المجموعات مع بعضها عبر الكترونات الروابط الكيميائيه. بيقول ان الانشطار ده ناتج من عبر الكترونات الروابط الكيميائيه اللي هي روابط سيجما. فكل بروتون يلف يحصل له سبليتين ربما يسلك احد الاثنين، ولذلك في المرحله عند بروتون المجموعه المثليه ياخذ احد القيمتين مما يؤثر على البيئه. يعني هبسط الامر بشكل اخر، لو عندي كربون سي اتش بجوارها نظر سي اتش تانية، لو عندي كربونة، عندي كربون، عندي كربون، الكربون ده مرتبط بكربون تانية، عندي كربون مرتبط برابطة من خلال كربون تانية، وكل كربون مرتبط ده بإتش، والتاني مرتبط بإتش تاني. اعذرونا بقى معلش، يعني احنا على قد ما بنقدر. ادي مركبة في كربون إتش وفي كربون إتش. هنقول الاتش الاولانيه دي الاتش اي مثلا، والثانيه الاتش بي. لو عندي اتش اي واتش بي، لو بدات اعمل ابلكيشن للابلايد ماجنتيك فيلد على الاتش اي عند مثلا 100 ميجا هرتز او 100 جاوس سوري، عمر طبعا الكربون هيدروجين اللي جنبه اللي هو الاتش بي عمره ما هيسيبه في حاله، اللي هو عمال برضه بيدور حول محوره المغزلي، مره في اتجاه عقارب الساعه ومره في عكس عقارب الساعه. يبدا هنا يحصل نوع من اما تعاطف ايجابي او تعاطف سلبي. البروتون بي ده، البروتون بي ده
ادي النموذج اهو في السلايد اللي قدامنا. النموذج المركب البروتون بي عمره ما يسيب ال اتش اي في حاله، هي اما يعطيه المغناطيسيه بتاعته او بشكل عكسي يعمل بتاثير. انا بعتذر يا شباب عن بعض الاصوات اللي بتدخل في التسجيل، زي ما انتم عارفين يعني احنا بنسجل من البيوت. المهم اصبح البروتون ايه واقع تحت راحة two different magnetic moment. العزم المغناطيسي الخارجي اما يزاد اما يبقى بالزيادة بتأثير المجال المغناطيسي للبروتون المجاور بيه او بالنقصان. لو دار في اتجاه ما يعطي عزم مغناطيسي مماثل للاكسترنال هيبقى بيزيد من قيمته، ولو عكسه يقلل من قيمته. وبالتالي هنا البروتون ايه يبدأ يحصل له سبليتنج، او يبدأ يظهر له او الافكتيف ماجنتيك مومنت له اللي دخله تو ديفرنت ماجنتيك مومنت، مرة اتش نوت او بي نوت الاساسية بالزيادة ومرة بالنقصان. يبقى هنا اتش نوت اتش بي او اتش نوت زائد اتش بي داش او اتش نوت ناقص اتش بي داش او بي نوت اتش نوت زي بي نوت بالظبط يعني، عشان بس. اذا السيجنال ده يا شباب بدات تظهر تتجزأت الى تو سيجنال. السؤال ليه؟ لانه هو اصبح البروتون ده بتاثير البروتون اللي جنبه مش سايبه في حاله، مره اداله المغناطيسيه بتاعته بقى قوة معززة للإكسترنال ماجنتيك، ومرة تكون عكسه. يعني في تو ديفرنت انديوزد ماجنتيك مومنت، يعني البروتون A شعر بتو ديفرنت انديوزد ماجنتيك مومنت، أو بنسميه بزيودو ماجنتيك مومنت اللي هو العزم المغناطيسي كاذب، مرة بالزيادة ومرة بالنقصان، زي ما شفنا في الأنيزوتروبيك إفكت. معايا الهيدروجينات برضو شعره المغناطيسية كاذبة نتيجة دوران الإلكترونات حول حلقة البنزين. فبالتالي تجزأ هنا تو بروتون. طب استني، يقول لي طب لو فرض ان هما تو هيدروجين جنبه مش واحد، اتش بي الاتنين زي بعض، اتش بي اتش بي يعني جنبه مثيلين، والاتنين اما والاثنين بيدوروا برضو، واحد بيدور في اتجاه عقارب الساعة أو عكسه، ممكن الاثنين يدوروا في نفس الاتجاه مع بعض، أو الاثنين مع بعض يعطي عزم مغناطيسي في مماثل في نفس الوقت، أو الاثنين عكس، أو الاثنين بيدوروا في اتجاه معاكس للعزم الخارجي. في احتمال ثالث بقى إن واحد بيدور في اتجاه والتاني عكسه، يعني المحصلة صفر. وعشان كده الاتش ايه هنا يا شباب حصل له سبليتنج لثري ديفرنت سيجنال، مرة اتش نوت زائد اتنين اتش بي داش، مرة اتش نوت ناقص اتنين اتش بي داش، مرة اتش نوت اونلي زائد زيرو، لان واحد في اتجاهه والتاني عكسه، او الاولاني في اتجاهه والتاني عكسه، او ممكن الاولاني عكسه والتاني في اتجاهه. وعشان كده بنلاقي ان الانتنستي للسيجنال اللي في النص اللي هي بتماثل اتش نوت فقط زائد زيرو، بنلاقيها ضعف اللي على يمينها وعلى شمالها، وهتلاقيها في السبيكترم مع شكل السيجنال نفسها مضاعفه، يعني النسبة والتناسب واحد اتنين لواحد. واحد هيسألني طب لو التلاتة جنبه، هنلاقي التلاتة اما في اتجاه نفس اتجاه العزم الخارجي، او التلاتة في عاد التلاتة في نفس اتجاهه، او التلاتة عكسه، او واحد في اتجاهه واتنين عكسه، او واحد في عكسه واتنين في اتجاهه. وطبعا واحد في اتجاهه واتنين عكسه بتبقى بالنسبة المئوية لهم ثلاث أضعاف.
وعشان كده بنلاقي شكل السيجنال 1331 زي ما هو باين اهو. برضه في نقطة مهمة يا شباب، واحد يقول لي طب ال اتش بي 3 اتش بي دي بتأثير اتش ايه؟ يعني لما اجي اقرا الاتش بي يا ترى هيقراهم شكلهم ايه؟ لان جنبه اتش ايه الثلاثة كلهم هيقرم دبلت لانه يعني جنبه 1 بروتون بس، انما الاتش ايه برغم ان هو 1 هيدروجين بتأثير الثلاثة اللي جنبه بيتجزأ الى 4 سيجنال زي ما احنا شايفين اهو. دي من الحاجات المهمة جدا. ادي منظر التريبلت 1 2 1، وادي منظر الكوارتت 1 3 3 1. تؤدي البروتونات المتكافئة لنشوء خطوط طيفية أحادية بغض النظر عن قوة الازدواج بين هذه البروتونات. عدد الخطوط الطيفية للبروتونات لبروتون معين أو مجموعة متكافئة يحددوا عدد البروتونات المتجاورة. وفي قاعدة عامة بتقول إن زائد واحد، يعني لو السيجنال جنبه بروتون واحد هيتجزأ لاتنين، واحد زائد واحد. لو جنبه اتنين يبقى اتنين زائد واحد يبقى يظهر تلاتة تريبلت، يبقى اتنين زائد قاعدة واحد. ودي علاقة تباينية بيسموها باسكال كورليشنز، اللي بيقدر يحسب منها الريشيو 1 1 لما يبقى دبلت بيبقى 1 1، يعني بنسبة 1 لواحد. لما يكون تريبلت ب 1 2 1، لما يكون كوارتت 1 3 3 1. هنلاقي هنا مجموع الاثنين دول بيديني الرقم في الميديا، يعني مش هتعنيني كتير النسب دي او ون هل هي 1 2 1. المهم يعنيني التريبلت والكوارتت. ادي الدبلت اهو، وادي كوارتت، وده نموذج لمركب اللي هو ال 1 1 دايكلورو ايثان اللي النمار بتاعته. السي اتش اللي هي بي ده الاتش بي بتاثير 3 هيدروجنز او 3 هيدروجن ظهروا كوارتت، والثلاثة هيدروجين الثلاثة كلهم مع بعض بتأثير البروتون المجاور سي اتش بظهره دبلت. طبعا قيمة الدلتا سي اتش اللي هي مجاورة للكلور مباشرة قيمتها أعلى، كيميكال شيفت بتاعته أعلى باعتبار إن التي مس هنا زيرو في أقصى اليمين. دي نماذج لبعض ذرات بعض المركبات وقيم الكيميكال شيفت، و يعني وفي تعبيرات باستخدام الكابلنج والجيمينال كابلنج والسيز والترانس، ازاي افرق قيمه الجي كابلنج. والجي كابلنج يعني هنرجئها لكورس اخر يتم يعني في مسبقا بعد كده، يعني في دراسات اخرى. ده ان ام ار لمركب 1 برومو 2 دايميثايل بروبان. ادي المركب اهو، عندي مجموعات المسائل دي كلها متماثله، 9 ذرات هيدروجين بيظهروا كوان سيجنال سنجلت. طب بتقول سنجلت ليه؟ مبقاش دبلت ولا تربلت، لان المسائل دي مرتبطه بكربونه ما فيهاش فيها اي ذره هيدروجينز. كل المسائلات دي او كل مجموعات المسائل دي مرتبطة بالكربونة اللي في النص دي، فالكربونة دي ما فيهاش فيها ذرات هيدروجين، وبالتالي بيظهروا كلهم بنسموها ايزوليتد هيدروجينز او سنجلت هيدروجين. ونفس الشيء هنا سي اتش 2 برضه نفس الشيء، بتظهر سنجلت 2 هيدروجينز بس تبقى هايلي ديشيلد لانها هي المرتبطة بي. ادي ال ان ام ار وباين اهو قيمة الانتجريشن كيرف 1.6، وده 7. لو قسمت 1.6 على 2 يعني 8 وضربتها في 9 يديني تقريبا الانتنستي او الانتجريشن كيرف 9 هيدروجين. ده نموذج اخر لمركب تاني اللي هو 1 1 دايكلورو اي. ودي اكزامبلز لمركبات مختلفة، يعني انتوا تشوفوهم وتقدر تعمل تحليل للبيانات. او احنا انتهينا من
موضوع الـ وإن شاء الله في لقاءات تانية نقدر ندي تمارين وأسئلة أخرى.